وسام محمد وانا عربي تان بيشكش دكم هو دارم لوب شوي سودي لي ور بغرنو بين المامبل بابتي اورم على وحده بينزم الاملاء كتابه التاء المدوره او المربوطه في آخر الكلمة بابتا كمان باسي تائي مربوطة دكين لكو تائي كلمة إذا اختتم الكلمة بتاء متى تكتب التاء المربوطة أقر هاتو وشكا كو تائي بتائي مربوطة هات بتاء هات آيات سكاتك تائي مربوطة دنسين بيشوي بابتا كي باسكين قطابيا كان تشيشي اواني زور زار بابتا كي باش باش تيدغن بلام نازان الشيوازي بسيار كوديتو لو بابتاي اما استا دو بسياري نشتماني دنوسين باشان بابتكي شيرا كينوا يا كميان علل كتابة التاء في كلمة عائشة يعني هو كاركي تيا او تاء لكوتاي والشي عائشة نسلاء بسيار اجتماعي بوشيوي ديتو قطابي أنت مش راك تدري علل هو كاركي كتابة التاء في كلمة عائشة جواب كان اسم مفرد مؤنث صفة مؤنثة صيغة مبالغة اسم علم مذكر كواتا اگر تو بزانی پسیاره که پیوندی با باباته ویا لو تو آسان کاری زیادتر ذکره اون یه برایزم نمونه چکا یا پسیاره چکا این اجتماعی که با شوازه ایده توا کتبت التاء المدوره فی کلمت اسامه داره تای مدوره لوشی اسامه نسرایه هو کارکه چیه؟ لبرای بسیار اجتماعی همون هال بچاردنا لویم مش بسیار کانه موی بشه وی هال بچاردن دین ما در این صیغه مبالغه دومیان صفه مؤنثه سیم اسم علم مذکر و سالم اسم مفرد مؤنث کاتلی نگه طلب که بابت کتیگیش بسیار که دید یکسر دزانی او بسیار پیوندی با بابتی وهي بداية كيدين بيناسي التاء المدورة بكي بيناسي تيا كيف تلفظ أو كي هل تقرأ أم لا دين استا بيناسي دكين تعريف التاء المربوطة بيناسي كي دكين استا دواش دين هو كاركان لتحالة تشي تاي مدورة دنسلي بيناسكه ابنا بيناسكه مرزين شمال بلا موكو زانياري لبو خود وكو زانياري اتو بزانا ك هموكات اي او تا مدوره يا مربوطه داخل ريتوا يعني لا استدين لبيناسكه بدر هي التاء التي تلفظ هي التاء التي تلفظ ها يعني بوي دخلته بهاء داخل ريتوا كنجي ساكنة عند الوقف وصلون مني أمن دريم عائشة هل قرأت التاء؟ لا إذا كان ساكنة دري عائشة عند الوقف عليها وتقرأ تاء أديت كاتك أو تاء داخل ريتوا مع الحركات الثلاث حركات سوتيا الضمة الفتحة الكسرة فور إكزامبل بونمونا أمن دارين فاطمة تو إذن أجر هاتو تلفظ من تاء كمان ضم حركة ضم وفتح وكسر إلى سربو تاء كذا خنته وإلا
او كاتي ناخذت بلي بلي فهم اتا استلون لو تدري عائشة كدري عائشة او سكنت كده ساكن كده بلام اقبري اسامة تو لكاتي لرستي بكارديني او كاتي تكا حركي ضمة يعني فتحة يعني كسر الى سربو تاكا داخين ديتوا الا او كاتي ناخين ديتوا دين سكاتك تكتب التاء المربوطة او تاء المدورة في اخر الكلمة سكاتك او تاء ادنسي اما دو زورة تاء مانية تاء مدورة مانية هروا تاء طويلة شمانية يعني تاء طويلة سكاتك اگر وشاكك وتاء بتائيات سكاتك او تاء دنسي لكوتاي كلمة بدون وعشتاء دنسيتن اما اوها اگر هاتو ما قبله حرف غير خطي بو حرف غير خطي لبيج بو او كاتي تاكا او هذا نسي بيس ونا نسي وهذا نوع كش ماني بو شوازي دا نسي اذا سبقه حرف خطي اقر هاتو حرفة خطي بيو نسي وعا ايشا ها تاكا بو شوازي نسي لبري حرف بيشي خطية اقر بيهم حرة تمشا تناتاني او رأي بو تاي ونسي نكاتا لو حالتي سبقه حرف غير خطي حرفة غير خطي بيونسا إصدير قاعدة كان دنسين أو قاعداني كتائي مربوطة تائي مربوطة لازمة يعني وجوبة لكتائي كلمة بنسلتن دين قاعدة يكم في آخر الاسم المفرد لكتائي اسم مفرد غير ساكن الوسط بلما جو الشكاء لسي حرف كاد حرف ناون دي سكون بو او كاتي او تانا نسي لو نمونا امن دريم بنت استوى بنت ناو تشي ثلاثيه ناو تشي مؤنثه بلام لو تاي مربوط ناون سي لبروي دري غير ساكن الوسط كواتا قف على اسمك لسي حرف بيكات حرف ناون دي سكون بو بنت حرف ناون او كاتا تاي مربوط ناون سي والا ايدك همكات تاء مربوطة لك وتعيد نسي سواء أكان الاسم عاقلا أم غير عاقل أقرأت ناوكا لبو عاقل بكاري وشي فاطمة وشي عائشة وشي أو ناوانا يعني ناوكا غير عاقل بوشي صبورة رحلة أو أنا هردك لهردو حالتي تكتب التاء المدورة بانمون يبي النوا مثل فاطمة يعني رحلة يعني صبورة أو أنا هميان في آخر اسم المفرد أجر هاتو ناوكا عقلبو يعني غير عقلبو نمون يتكش ما هي شجرة أو أنا قاعدية كم تكتب التاء المدورة أو المربوطة في آخر الاسم المفرد المؤنث أقل لامتحاني هاتو الاجتماعي لماذا كتبت التاء المربوطة أو تاء المدورة في هذه الكلمة فاطمة ما هو الجواب إحسن لأنه اسم مفرد بوشيوازي بسيار ديتوا أحسن زور باشا بوشيوازي بسيار ديتوا يكسر غلام راستكي دليل بن أوي ناوكي تاكا ناوكش مؤنثة دين قاعدة دوام باز لكن قاعدة دوام القاعدة الثانية في آخر الصفة المؤنثة في آخر الصفة المؤنثة أجر هاتو صفة معنى لبو مذكري صفة معنى لبو مؤنث بس ليشان زيادة كيو بوتا أمر بوتي استمدرم زيد محترم زيدون محترم نسال إلى ببيتا زيد محترم أقرب مؤنث بيدرم هذه طالبة مهذبة صفتي أو طالبتي مهذبة كواتا أقرأت صفتك لبو مؤنث بي تكتب التاء المربوطة ولا تكتب التاء الطويلة لأن بابتا كما نبيا تكاتك تاء بدايتي باس ماكر دو زورة تاء معنى إذا اختتم الكلمة بتاء أجل كوتاي وشك بتائيات متى تكتب التاء المربوطة ومتى تكتب التاء الطويلة أوروبابتي أورومان باسي أويدكين لتحالة شيء تاء مربوطة دنسلي
آه إن شاء الله درسي داده أو كاتباسي تاي طويلة دكين زاريتو بس فكر لسرويبي لسحالتكي تاي مربوطة دنسيت في آخر صفة مثل طويلة مثل طويلة يعني محترمة يعني مهذبة إلى آخره كواتا قاعدة دوامان تكتب والتاء المربوطة تكتب والتاء المربوطة في آخر أحسن في آخر الصفة المؤنثة لكوتاي صفة مؤنثة كمختصة لبو اسم مفرد مؤنث سيم يعني في آخر اسم علم قاعدة سيم في آخر اسم علم مذكر غير الأجنبي في آخر اسم العلم غير الأجنبي إذا كان ما بس يويا قبيت اسمك أجنبي نبي أجنبيتن أو كاتي يعني أو كان مش لون منيئة من دريم أسامة عنترة حذيفة أو أنا نا وكان هميان يعني غير أجنبي أجر هاتو عكسي ويبو نا وكبو أجنبي أو كاتي تكتب التاء الطويلة لبرن دي هم جارك قاعدة شي بازدك داري زقلوي لين قلتي في آخر اسمه غير ساكن وسط قصدي ليري أجر هاتو اسمك ناوكا اسم مفرد مؤنث جبو بلام لسي حرف بيكات حرف ناودي وسط بو لا تكتب تاء المربوطه او كات تاء مربوطه نانسي كغوتي غير يعني زقا بيزق لوي همو كاتك اسم مفرد مؤنث تدنسي تاء مربوطه ليرش يعني كدري في اخر اسم علم مذكر غير اجنبي دري اگر بيتو ناوكا ناوكي اجنبي نبيتن وشي اسامه وشي عنترا وشي حمزه وشي طلحه أو أن هميا تكتب التاء المربوطة لو حالتين تاء مربوطة دنسي كواتا قاعدة كمان في آخر اسم في آخر اسم مفرد مؤنث دباردة كمو قاعدة دومان في آخر صفة المؤنثة قاعدة سيمان في آخر اسم علم مذكر غير أجنبي بس ما كنت من تاي مدورة شوازي بسيان اجتماعي بو شوي يعني بو شوي ديتوا ولا مراستكي دكينا وكواني بيناسكش ماكر قوتمان تعريف التاء المربوطة هي التاء التي تلفظها وكدخين يوا بهاء دخين ديتو كنجي ساكنة عند الوقف نمونا عائشة يعني فاطمة يعني أسامة يعني حذيفة بخوي التاء مربوطة ولام تاء كناخين ديتو تسكاتك دخين ديتو وتقرأ التاء مع الحركات الثلاث لو حالتي دخين ديتو أقل تاكا حركي ضمة يعني فتحة يعني كسري بيونس لون مني أم درم عائشة أسامة يعني أسامة لو حالتي تقرأ التاء وإلا ناخن ريتوا بلام تكتب ولا تقرأ دين استقاعدة كان باز دكين تكاتك أما دوش دو تامانه تاي مربوطة مانية لقى تاء طويلة متى تكتب التاء المربوطة في آخر الكلمة إذا اختتم تكاتك تاي مربوطة لكو تاي كلمة دمسري أجر هات وشكك وتاي بتاي هات اگر کوتاهی پنی دست خوش اگر کوتاهی پنی کارت پیوندی بابتی مونیا لیرا او جورانه و شی قاعدانه باز دکن ک کلمه ک تکات کوتاهی بتای مربوطه اولا قاعده یکم فی آخر اسم المفرد المؤنث لآخر اسم مفرد مؤنث بلام دریت انت غیر ساکن الوسط غیر ساکن الوسط اگر هاتو هم مکات تكتب التاء المدورة كنجي في آخر اسم المفرد المؤنث لون سواء كان الاسم عاقلا أو غير عاقل أجر وشكا لبو عاقلا لبو غير عاقلي فاطمة رحلة وغير عاقلة صبورة شجرة أسامة أو أنا هميا فاطمة عائشة أو أنا همو في آخر بلام تكاتك عندك جاره نومانية اسم مفرد مؤنثة بلام لا تكتب تاء المربوطة في آخر الكلمة تكاتك إذا كان الاسم غير ثلاثي ساكن وسط أقراته زقلة لون مني بنت تمشى أقرأت طلبة بسيار كمان مصطلة لبرتس لو استأوان ناوتي مؤنثشة بلام لو تاء مربوطة دانا بلايا أما زياما كريتو ما بس لو حالتي تاء مربوطة نانوسي أقرنا همكات تكتب التاء المربوطة في آخر الكلمة دي القاعدة الدوام بازدكين القاعدة الثانية في آخر الصفة المؤنثة أقرأت صفتك
لبو رجزي ميبو لبو مؤنثبو لو حالتش تكتب التاء المربوطة في آخر الكلمة جوازكش لواني طلب الواسطة كود جواز لبيني ناو سفيدة كينو أو ناو كديار أو شيء كلبيش دو أجر واتاك يبزاني أو باشتر أجر واتاك نزاني تمشادة كيناو نبو يكسد استقاعدة دوم كقاعدة دوم تسيا كصفة يسألون منا أمن دريم طويلة طويلة نو ناوني هم عند زاني كوكات ما دم ناو نبي أو دبت الصفة يان محترمة يان مهذبة يان ظالمة يعني كتمشادة كي مهذبة كديت خلي را توزيع طلبة كان أجر واتاكي بزانن يكسد زان أو الصفة لبو اسمه شيء مؤنث والله ما أجر نت زاني لطاني بطريقة كله بتسي بليوم استمادم أو ناونيا نوهم جنينا وناونا كواتا قاعدة اسم مفرد مؤنثينية بلكو قاعدة صفي مؤنثية نمونا مع زورا والله بس نمونا يدين نوا تعود كين لكو تعيدا بسيار اجتماعي حل دكين أما بدايةش بس ما كل قط من زور زار هي طلبة كا بابتكي بتوابيت يدك والله من اجتماعي دريم أمس أمنا زام كام بسيار بيوندي بو بابته ويا لو بدايةك بسيار اجتماعي منوسي كبابتك ما شرح كر بيكو بزماعي بسيار اجتماعي حل دكين دي قاعدة سيم قاعدة سيم ما في آخر اسم علم مذكر غير الأجنبي ما قاعدة سيم بنوسي في آخر اسم علم مذكر غير أجنبي قاعدة سيم زور زور آسانا طبعاً هل كاتك ديت الناوكا ناوي بياوامبو يكسدر اسم علم مذكر وديار عندك ناو مانيا كوتاي ناوكا ناي مذكر يا بلام كوتاي بتائي مربوطة ديت بلام داري غير الأجنبي غير الأجنبي يعني ناوكا أجنبي نبي وشيته عنترة يعني حذيفة يعني حمزة تمشى أو أنا يكسد زاني وأنا ناوي مؤنثينية بل كناوي اسم على مذكري كذري غير الأجنبي أجر ناوك بو أجنبي يكسر أوتوماتيكيا لمربوطي دقوري لبو تائي طويلة وشي بو نابر تمشى استوش أو أجنبية كناوك بو أجنبي لا تكتب التاء المربوطة لو يدري في آخر اسم علم مذكر لو يدري غير الأجنبي دري بيت قال أجنبي كواتا قلنا وك أجنبي بدست قاعدة التاء طويلة كإن شاء الله الدرس إذا هاتوا بعض لكن أو بالنسبة قاعدة السيم قاعدة هي كم قو باس ما كل دوم شمال صفة مؤنثة سيم شان اسم علم مذكر قاعدة سالم يعني في آخر قاعدة سالم في آخر جمع تكسير في آخر جمع تكسير الذي لا ينتهي مفرده في آخر جمع التكسير الذي لا ينتهي مفرده الذي لا ينتهي مفرده بتاء مفتوحة يعني بتاء طويلة عمكاد تشتشي زيادة كاتو لقاعدة كم ولقاعدة سيم ولا يتسارمش وبس تيتي لا ينتهي مفرد بتاء طويلة بازاري باس كانت جمع تكسير هي قاعدة ثابتين يا وشي جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم تيلا أخيلو زيادة كين أحسن واو نون يعني يا نون أو دبت جمع ذك قاعدة كا اسم مذكر زائدا واو نون يا نون جمع مؤنث سالم أحسن اسم مؤنث زائدا ألف تا أو ديارة هادو كان ثابتة ولا جمع تكسير هل يكو حسب أو قاعدة خوي يعني ثابتني بري إلا بوي زيادة ذكري دبت جمع التكسير لون موني أم دفتر مهي دبت دفاتر قلم مهي دبت أقلام تمشى كواتات قاعدة كثابتني بري ثابت بيتن بلكو لو يبيدا قلت التكسير كسري وشكي دكاتن كسر لكسر يعني شكاند كواتات ليرا هر كاتك جمع التكسير بو بلا مفردكي تائي طويلة نبو لون موني أقرات مفردكا جمع تكسيركا مفردكي تائي تائي طويلة بكواتا لا تكتب التاء المربوطة بابي نمونة شي بينه تمشى أوقات مفردك يتسلل مفردك يوقتا أقل بوتمان أو جمع تكسيرة طلبك بسيار لك فرمو بلي داري ما مستقى أو جمع تكسيرة تقول لي باسي جمع تكسيرة تكر لو تائي مربوطة دروس نبو أما داري نبري مفردك تائي طويلة هر كاتك جمعك اللي بيجمو كرتم مفرد مفردك بو تائي طويلة
او بزانه بهيس نوعكي او جمع تكسيره تائي مربوطه لاخيري نانوسيت بابين يقدون مني بينوا تمشى سيا ديلا اصلا كي صيدليه تمشى الصيدليه يعني قضات مفردين مفردكي وردك انتو اقام مفردكي تائي طويلة بي كواتاوا نسينا كمان غلطة مفردكي قاضي مادام لينا مفردكا نبو تائي طويلة كواتا تكتب التاء المدورة في آخر جمع تكسير قاعدي بينزمو كوتا إيمان ككوتا قاعدة بسيار هي نية بسيار طب دسخوش دوباري دكاموا باش داري في آخر جمع تكسير هر كاتك وشكت كرده جمع تكسير تكتب التاء المدورة أو المربوطة بلام ليك حالتي ليك حالتي زاري وشكما جمع تكسير شا بلام تاي مربوطة عن سكاتك أجر هاتو جل جمع كمان كرده ومفرد لمفردك أي تدرتو لمفردك أي تاء طويلة درتو التازة نمونة ميناوة تمشى لو نمونة داري أوقات أوقات استوى جمع تكسيره جمع تكسير بله داري ما استوى جمع تكسير لو تائي مربوطة نمسلا ما داري نديني وسم مفردكي أجر مفردكي تائي طويلة بو تمشى تائي ما نم تائي طويلة كواتا لا تكتب التاء المربوطة بس لو حالتي جمع تكسير لو حالتي جمع تكسير تائي مربوطة نمسلا يعني هموكات تائي مربوطة لكوتائي كلمي دنسير دين قاعدة آخري كوتائي باز دكين في آخر صيغة المبالغة صيغة مبالغة يعني زيد الروي لا بابتكي بكي أول شيء يعني بخوي زور وزني هي بلام لبولينو يا قاعدة باز دكدر اگر هاتو لس وزني فعالة بو أو كاتي يكسر أتدر ما مستأوى قاعدة كي صيغة مبالغة لو نمونا أمن دريم رحالة رحالة يعني بحاثة أوانهم يعني صيغة مبالغنا لسوزني فعالتنا قاعدة كشمان هي بلام نيرا لبولينو أم دي متابعة كربي لكتابة كي لبسيان اجتماعي بس أقر هاتو دري لسوزني فعالة بي أو أختي صيغة مبالغة كواتا تاي مربوطة بس لو بينز حالتي بس لو بينز حالتي تكتب التاء مربوطة في آخر الكلمة بالي فهمو دوم يعني باش دليل في آخر صفة مؤنثة جرى قبابة دليل صفة مؤنثة كود زيادة كيو لقى اسم مفرد عدو تيا تقريبا لكنيزيكا بلام أو ناوة أو ناوي كسكي بلام أو صفتي بازدك عندما نشم ناوة دليل رأيت طالبة محترمة لأن أمن طالبكم طالبة أو ناوكية بس صفتك تيا صفتك طالبة شي برا وشتم بيني كواتا زياوازي لبيني ناو لبيني صفت ناو خودي خويتي بلام أويت كصفتك أو صفتا إكسكي مرزني أو صفتا تا خودي بي لكابي أو زياوازي كلبيني أتوك ديتت ناو نبو لخوتي مشيوينا كلمة كيدا كيدا ناو كواني كبداياتي باسم كد بسيار اجتماعي كل ويدتوا أو شا كتمشات كد تائي مربوطة لكو تائي كلمة أتوقف بتاني أو أنا لبركي زوزو الباشا بلان اجتماعيش همو لو دنو سري أقر بس قاعدة كان الزبط بكي زوزو آسان دبي صالانا لتائي مربوطة و تائي طويلة هر يكو تسار درزة يليتو دو بسيار ليليتو لبري بابتا كاني بولينو زورا بخوتان دزان دو جزا هر جزو سي وحدة بنزا بسيارة ناتسار دبن هر بابتو دو در دو بسیار یعنی بسیار چی لبینوا بسیار اجتماعی لو دوی زیاتر در ناسی بیس نوعا چی یعنی بو شوازی یعنی بو شوازی دیتو بلام لیر دنسری عل کتابت التا زوزا دنسری المدوره زوزا دنسری المربوطه اگر نش زانی لو شکل لو بدر دکوی دزانی او شل کوتای کلمه کی تا در هو کارکت سیا تای مربوطه استادین او دو بسیار اجتماعی حل دکین چه جواب داتوا على الكتاب التاء في كلمة عائشة التمشى قاعدة كانكا زاميك يكفيدا من آية عائشة بل السفية نخير دسخور دوميا سيغي مبالغية نخير لو تكلا سوزني فعالة تنيا سيميا اسم علم مذكرة دطاني بوش طريقة شلو يبتسي اقل طلب الشيخ سيغولا مراسة كيزاني دطاني كتنا وكواني لبري عائشة هم عند زاني ناوي مفموينيا مذكرينيا كواتا الجواب الصحيح
دير ولام راستك دري اسم مفرد مؤنث ديكينا وكواني لخوتي مشوين هيس عزلي مكا سياركان زور 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 اسانا بلا متا بكري زارك دو زار سيزار سياركان مخينوا انغو اغادان لروجانش كي امتحان ما عندك كردو لكويزو لامتحان بيستكان زور زار هي دبيني ولامي كم راستا ليرا لو بابتي رونالا بزاري ولامي كم دو موسيم راستا لاخذا سي كل ما ورد صحيح طلب يكسر يا كميديتي راس راس كنتي ناو كواني دو ابيم قلت له تمام والله دو موسيم نخين دو بابا جان بسيار اجتماعي كد اودك ولا مكان هموي بخينو زارك دو زار دس خوش زارك دو زار سي زار بخينو او كاتي ولامي راستكي هل بجيل تشكو زور زار هي دبيني ولامي كم دو مش راسه ليله دنسري ايوبي او حاله تشيب ونوع بسيار اجتماعي ديتو يا كم لقدوم راسته سيم دنسري اي بي دو هذا نفس غير ذلك يعني كل ما ورد غير صحيح باشتر ويا بسيارة كان همي بخينيو نموني دو مان بسيارة اجتماعي كلا بوشيوازي اتو داري كتبت التاء المدورة دانو سي تاء مدورة في كلمة أسامة اتو انسان تمشادك ما دام تاء مربوطة يا يعني تاء مدورة كواتا لو بيز قاعدي ناس تدري لو بيز قاعدي ناس تدري تمشى صيغة مبالغة صفة مؤنثة اسم علم ذكر اسم مفرد مؤنث دي تمشى لك صيغة مبالغة لسه وزني فعال يكوت ليرة لتنش تزربة شيلة ده دوم يا صفة شنيا أسامة صفة نيا أول شيء يعني زربة شيلة ده اسم مفرد مؤنث شنيا أسامة ناي كتاني هم ما دزاني أسامة كوت ليرة الجواب الصحيح اسم علم مذكر ليرة بسيارة كان بخينه بس ولا مكان دو زار سيزار بخينه تازش باسم كزاري ولام يكم ودوم يا ولام يكم ودوم سيم راستا لاخيرا كيدا نسري كل ما ورد صحيح چه بسياري هي بسيارة عنما بابت يا ورومان هرون ديا ببرانا كين بابت اشكا باسكين ان شاء الله لدرسي داهاتو باسي تاي طويلة داكين باشا